الظرف ديال اليوم عندنا هو الجيرنج. الجيرنج كيعني فيرب بلس اي ان جي، والديفينيشن ديالو هي تراديشنال جرامر يوز ذا تيرم جيرنج فور ذا اي ان جي فورم اوف ا فيرب وين ات از يوز از ا نون. يعني الجيرنج كيحول لنا الفيرب نون. فور اكزامبل ذا فيرب ريدينغ ان ذا سنتنس اي انجوي ريدينغ، يعني هنا ريدينغ كانت في الاول فيرب فاش زدنا لها اي انجي ولات نون. هذا هو التعريف ديال الجيرنج. وهنا عندنا الفيربس that are more common, most common, that come before gerund. Admit, deny, avoid, consider, enjoy, finish, regret, suggest, remember, imagine, mind, defend, escape, fear, continue, encourage, love, like, resist, try, risk. المهم هادو ماشي كاع الفيربس اللي كاين باقي بزاف، ماشي مهمين، هادو هما الأهم، هادو هما اللي كيتعاودو بزاف. هنا examples I avoid taking drugs. هنا avoid هو الفيرب، هو كاين هنا avoid كيكون قبل من gerund. هنا taking ديال الفعل take كنزيدو عليه ing كيولي I avoid taking drugs. ميمكنش ليا نقولو I avoid to take drugs، هاديك خطأ. هنا التالي عندنا I enjoy playing video games. هنا عندنا ال verb enjoy كاين هنا و playing لي ال verb ديالو هو play كنزيدو عليه ing كيولي نون. I enjoy playing video games. You cannot say I enjoy to play video games. عندنا expressions slash prepositions before gerund. And our team must come. يعني كاين بزاف. Can't stand, can't resist, can't help, be used to, feel like, look forward to, it's no use, apologize for, complain about, be fond of, be keen on, depend on, give up, worry about, ask about, depend on. For example, I apologize for being rude. You cannot say I apologize for to be rude. That's apologize for actually expression being a verb be on ing on gerund form. Now actually I can't stand losing a match. I can't stand actually well expression losing. Verb lose plus ing. Cannot say I can't stand to lose a match. Now to preposition about on up. Yes, هما هادوك هما preposition at, on, about, to, for, of. كل شيء هادو لا لقيتيهم في شي جملة اوتوماتيكمون كيتبعهم gerund. كيفاش درنا اكسبريشن سلاش بروبوزيشن، يعني تقدروا تلقاوهم مجموعين في كلمه واحده. نسام يعني المهم هو الدرس بحال هكا سامبل. من عندنا اكسرسايز 1 I resented something that he could have been more polite. I resented his saying or his saying or him to say or his سيد. شكون يجاوب؟ شكون كاين هنا؟ سيرة سهيلة كتبان لكم بعدا؟ I resented his saying that he would have been more polite. Correct. The second one, something in a foreign country is sometimes difficult. So, Miriam. Live, I live, living or lives? Living in a foreign country is sometimes difficult. And the third one, is not used to something, up so early, wakes, waking, awake. Shema.
Waken. فين waken؟ B or C؟ Waken. C. Correct. My mobile phone is in my bag, but I don't remember something it did. To put, put in, I put or put. Adi. My mobile phone is in my bag, but I don't remember. هذه الجملة هذه يكون غير حيتها ياسين حتى من بعد نقولوا علاش غير نقز الخامسة وفكروني من بعد فاش نشرح الدرس ديالي وقولوا لي هذه الجملة هذه وغنعاودوا ندويو عليها حيت فيها واحد التراب. الإجابة الخامسة. I do not think Tom enjoyed something me study for the test. I don't think Tom enjoyed helping me for the study for the test. المهم بالنسبه لهاد ليكزرسايز راه كيبان لي اصلا ساهلين حيت درنا درس واحد يعني كلشي الاجوبه غادي يكونوا بالاي ان جي فورم. المهم كما قلت لي ياسين ديك الساعه بالنسبه للاكزرسايز راه اتس اب تو اس باش حنا نمشيو نديرو التمارين ماشي هنا فين غنديرو التمارين هنا غير كنعطيو القاعده وكنعطيو الدرس ان جنرال وحنا خصنا نمشيو نخدمو شي اكزامبلز ونخدمو شي تمارين اللي مخلطين اللي غيكونوا فيهم الجيرند والانفينيتيف والمودلز وكلشي داكشي يكون مجموع في الانسرز وديك الساعات انت خصك تختار داكشي اللي صحيح. اما دابا هنا درنا الجيرند بوحدو الانسرز راه غادي يكون فيهم غير الجيرند راه باينه عاوتاني فاش نشرح الانفينيتيف انفينيتيف بوحدو. So it's up to us باش نخدمو exercises. Okay, today's lesson is the infinitive. كما سبق درنا دابا gerund راه شرحو ياسين دابا غادي ندوزو للانفينيتيف. الانفينيتيف الفورم ديالو كما كتشوفو هنا الفورم is to plus the verb. هادي هي الفورم ديال الانفينيتيف. examples عندنا مثلا to eat, to play, to drink, to know, وبزاف ديال الافعال. المهم نتوما كتعرفوهم. الفيرست فورم ديال الفيرب اللي ما مصرف ما والو هذيك هي الانفينيتيف. فيربس ويذ تو انفينيتيف. هنا علاش درنا تو انفينيتيف؟ تو انفينيتيف حيت الا قلنا الانفينيتيف ان جنرال داخل فيها البير انفينيتيف اللي هو الانفينيتيف بلا تو و تو انفينيتيف. دابا حنا مركزين على تو انفينيتيف هو اللي كيهمنا هنا داكشي علاش كتبناه هنا. وي يوز ذا two infinitive after certain verbs. Verbs followed by two infinitive, particularly verbs of thinking and feeling. هادو هما الverbs اللي كيكونوا تابعين لنا اللي كيكونوا قبل الinfinitive. إن فوق تلقى هاد الverbs ديال thinking ولا feeling اوتوماتيك ممكن يتبعهم two infinitive. مثلا الحل دابا هنا عندنا choose, hate, like, prefer, decide, hope, love, remember, expect, intend, mean, want, forget, learn, plan, would like or would love. هادو كاملين هاد الفيربس هادو ان فوا كتلقاهم في شي جمله ما تفكرش جوج المرات داك الجو داكشي اللي غيتبعهم داك الفيربس اللي بين بارانتيسيز كيكون في تو انفينيتيف فورم. Examples هنا عندنا واحد جوج ديال الامثله. They decided to start a business together. هنا decide هما من الverbs ديال thinking هو كاين هنا اوتوماتيكمون تبعنا ليه الverb to infinitive to start. ما يمكنش نقولوا they decided starting impossible. They decide to start a business together. هنا عاوتاني عندنا remember. remember كاين هنا كيتبعوا كما قلنا to infinitive. Remember to run the lights off. And the verbs of saying. The نفل الأول دابا verbs of thinking and feeling. دابا غادي ندوزو verbs of saying. أي verb اللي كيكون كيتعلق بشي حاجة كتقال ولا المهم. المهم بحال دابا agree. إلا وافقت على شي حاجة كنقول لك وافقت عليها. A promise كنوعدك. Refuse كنرفض. threaten كنهددك بواحد كنهددك بشي حاجه. يعني هادو كاملين افعال ديال سين ديال شي حاجه تتقال. هادو هاد الفيربس هادو حتى هما ان فوا كنلقاوهم كنتبعو لهم تو انفينيتيف فورم. وي اجريد تو ميت ات ذا سينما.
promised to call me every day. مزيان. قال لك هنا some verbs are followed by a direct object and then to infinitive. عندك واحد الانواع ديال الverbs ملي كتلقاهم كتبع لهم direct object and then the two infinitive. وردوا البال لهاد الكالرز اللي مستعمل هنا هما اللي تلقاو في الجمل اللي تحت. بالنسبه لهاد الverbs هما advise, intend, remind, would like, would love, would prefer, tell, want, warn, invite, order, persuade, ask, encourage, expect. دابا هنا عندنا encourage. He encouraged, encourage هنا درناها بالpurple على some verbs. هاد الverbs اللي في هاد الليست. His friends بالgreen عندنا على direct object. دابا direct object هنا هي his friends. He encouraged who? His friends to vote. غيتبعو ديك الساعة غيتبعو تو انفينيتيف درتو بالريد على تو انفينيتيف هنا فور هيم. جود. ريمايند مي تو جيف جوليا ا كول. هذا اكزامبل ثاني. هادو دابا هما ثلاثة ديال اكزامبلز اللي دوينا عليهم الفيربس اوف ثينكين اند فيلين الفيربس اوف سين والفيربس اللي كيتبعهم واحد الدايركت اوبجيكت. غندوزو الثاني. هنا غادي ندوزو دابا الانفينيتيف الانواع ديال الانفينيتيف. الانفينيتيف اوف بيربس الانفينيتيف اللي كنستعملوه في الهدف ديال شي حاجه. قال لك هنا وي اولسو يوز ذا تو انفينيتيف تو اكسبريس بيربس. درت هنا بتوين بارانتيسيس درنا تو انسر واي. داك كنجاوبو على السؤال اللي كيطرح هو لماذا كنجاوبو عليه. باش كنجاوبو عليه بداك تو انفينيتيف. مثلا هنا كما كتشوفوا انا درت هذا البلو هذا هو اللي عندنا في هذه الجمله الاولى الاكسبريسين بيربس. هي بوت سام فلاورز. دابا هذه الجمله هذه غير خصني نجاوب عليها بلماذا. مثلا هي بوت سام فلاورز شرا بعض الزهور. علاش شراهم؟ دابا الجواب غادي يجي بالانفينيتيف تو انفينيتيف تو جيف تو هيز وايف اوتوماتيك. ما يمكنش تلقى شي جمله اللي كتكسبريس لنا البيربس ونجاوبوا عليها بالجيراند ولا بشي حاجه اخرى. كنجاوبوا عليها بالانفينيتيف. اوكي بحال هنا عاوتاني هي لوك ذا دور. علاش سد الباب؟ تو كيپ ايفريون اوت باش يخلي كلشي الناس يخليهم برا ما يدخل حتى شي واحد. قال لك عاوتاني نو وي كان اولسو اكسبريس بيربس وذ ان اوردر تو ولا ان اوردر نوت تو في النيجاتيف فورم. We started our journey early. علاش بدينا الرحلة ديالنا بكري؟ علاش مشينا في الرحلة ديالنا بكري؟ In order to avoid the traffic. باش نتجنبو to avoid هنا راه to avoid. In order to avoid the traffic. باش نتجنبو الزحام اللي غادي يكون في الطريق وداك الشيء. هنا avoid علاش درتها بالحمر وتو ما درتهاش بالحمر؟ هاد التو راه ديال avoid ولكن في نفس الوقت ديال in order to. حيت ما يمكنش نقولو غير in order. In order ديما كتكون معاها تو. عاوتاني in order not. تو يعني هذه تو اصلا كاينه غادي نتبعوا لها ديك الساعات حنا الفيرب في الانفينيتيف. علاش؟ حيت غنجاوبوا على واحد السؤال اللي هو لماذا. يعني البيربس اللي كاين هنا الهدف من واحد الحاجه علاش مشينا بكري باش ما نحلوش في الزحام. جود. هنا عاوتاني they spoke quietly in order not to wake the children. علاش كيهضروا بالخاطر؟ علاش كيدويو بالخاطر؟ in order not to باش ما يفيقوش الدراري الصغار. هنا درنا النيجاتيف فورم ديال in order to كتولي in order not to wake the children. good. هنا عاوتاني we can also express purpose with so as to and so as not to. so as to هي in order to. so as not to هي in order not to. we started our journey early so as to avoid the traffic. نفس الجملة نفس المثال. They spoke quietly so as not to wake the children. يعني نفس المعنى اللي عندهم. بالنسبة لنا عاوتاني الانفينيتيف as a subject. واحد المثال ان بعض المرات كنلقاو الانفينيتيف كتبدا بالجملة. كنبداو شي جملة بالانفينيتيف. كما قبيلة فاش شرح لنا ياسين جيرند شرح لنا واحد الاكزامبل كيبدا بجيرند راه حتى في الانفينيتيف نفس البلان. بعض المرات كيبدا عندنا الانفينيتيف كتبدا عندنا الجمله بالانفينيتيف. This is a formal usage and is far more common in written English than spoken. هذا النيفو ديال انك تبدا بالانفينيتيف هو فورمال
يعني كتستعملوا غير في الريتن انجلش مثلا فاش كتكون كتكتب شي ايساي ولا شي باراغراف ولا شي حاجه بحال هكا كتحاول تبدا بعض المرات بهادو باش كتبين باللي انت راه شي حاجه اكاديميك اللي كتكتب ولا شي حاجه فورمال. هنا to be or not to be, that is the question. Now, to know her is to love her. To visit the Grand Canyon is my lifelong dream. To understand statistics, that is our aim. هادو كاملين كيبداو عندنا بالانفينيتيف فورم. مزيان. The negative infinitive. فاش كيكون عندنا الانفينيتيف كندير مثلا كيخصو يكون نيجاتيف. ما كنهضروش على الافيرماتيف فورم، كنهضروا على النيجاتيف فورم ديال الانفينيتيف. The negative infinitive is formed by putting not in front of any form of the infinitive. كيما كانت هاد الفورم ديال الانفينيتيف سواء البير انفينيتيف ولا تو انفينيتيف ولا كيما بغات تكون هاد الفورم ديال الانفينيتيف كنحطو قبل منها نوت، قبل منها ما كيجيش بعد منها ولا كيكون قبل منها. بحال مثلا هنا I decided not to go to London. He asked me not to be late. I would like you to sing so loudly. I would rather not eat meat. I might not come. هادو كاملين كنديرو not، فاش كنديرو negative form كنديرو not قبل الverb، قبل الانفينيتيف فورم ديال الverb. هنا في هاد الجملة الأخرى وما قبل الأخرى هنا كنهضرو على، هنا أصلا عندنا I would rather اللي درنا البارح فاش درتها سهيلة. I would rather كيتبعها ديما في المودلز هادشي، كيتبعها ديما الverb في البير انفينيتيف ما كنديروش لي تو. عاوتاني اي مايت حتى هو من المودلز ما كنديروش حدا تو، ما كنقولوش اي مايت تو كوم، كنقولوا اي مايت كوم. مزيان. عاوتاني اي وود لايك نوت تو سينغ، هادو اصلا باينين صافي هادشي اللي كاين في هادو. جود. هنا غادي نهضروا دابا على البوث جيرند ان انفينيتيف. دابا غادي نهضروا على الجيرند والانفينيتيف. بعض المرات كيكون كنستعملوهم بجوج في شي جمل. They are some verbs that are followed by both gerund and infinitive, but we've got to be careful with the changes in meaning. With no change in meaning. دابا غادي نهضروا، قال لك هنا بعدا اول حاجه قال لك كاينين شي verbs اللي كيتبعهم سواء الجيرند سواء الانفينيتيف. ما عندكش مشكل، ولكن بعض المرات كيكون المعنى مختلف ديال الجمله، كيختلف المعنى اللي استعملنا الجيرند عليه اللي استعملنا الانفينيتيف، وبعض المرات كيبقى المعنى ما مختلفش، كيبقى المعنى هو هو. هنا غادي نبداو بعدا بالمعنى انه يبقى كما هو. With no change in meaning. هاد الفيربس هادو فيما لقيتيهم ما عندكش مشكل تبع ليهم سواء الجيرند ولا الانفينيتيف، المعنى كيبقى هو هو وصحيح. Begin, hate, prefer, can't bear, like, propose, can't stand, love, start, continue. مثلا هنا it started to rain. يعني it started to rain، هي بدات كتصب الشتاء. بحال الا قلت it started raining، انا دابا قلت لك هذه ولا قلت لك هذه غتفهم المعنى واحد، غتفهم باللي الشتاء بدات كتصب. عاوتاني هنا قلت لك I love practicing sport، انا كيعجبني نمارس الرياضه. I love to practice sport، نفس المعنى كيوصلني ملي كنقول لك الجمله بجميع بهاد الجوج الطرق سواء بالجيرند ولا الانفينيتيف، كيبقى عندي المعنى هو هو. Good. دابا غادي ندوزو with a change in meaning، فاش غادي تبدل لينا المعنى ديال الجمله. حنا هنا ما كنديروش جميع الافعال كما قلنا، كنستعملوا الافعال اللي most common اللي غتلقى بزاف، اما الافعال راه كيكونوا كثار ما نقدروش نغطيو داكشي كامله. بالنسبه للفعل الاول عندنا هنا forget الا كتشوفوا هنا غادي يبان لكم I forgot to meet him. Good. دابا هنا بين قوسين عندنا هنا المعنى اللي عندنا في هذه الجمله هذه. I didn't meet him because I forgot to do it. I forgot to meet him. يعني نسيت ما تلاقيت معاه. يعني دابا أنا كنت داير مع واحد خونا غنتلاقى معاه ونسيت، مشات ليا من بالي كاع وما تلاقيتش معاه باقي. I didn't meet him because I forgot to do it. مزيان. دابا غادي نبدلو ديك الانفينيتيف بالجيرند في نفس الجملة. غتولي هنا I forgot meeting him. I don't have the memory of meeting him before. دابا أنا شفت واحد خونا ومثلا كنت انا وصاحبي وشفنا واحد الشخص وقال لي هذاك صاحبي ما عقلتيش على هذا، وانا غادي نقول ليه
I forgot meeting him. زعما ما عندي حتى شي حتى شي ذاكره في عقلي باللي ديجا تلاقيت مع هذا الشخص. انا ما حلوش عمري تلاقيت مع هذا الشخص. هذه هي المعنى ديال هذه الثانيه. I don't have the memory of meeting him before. I forgot meeting him. زعما ما عمري ما عندي تذكره في راسي دابا ولا شي ذكرى انني تلاقيت مع هذا الشخص هذا شي مره. Good. دابا عندنا go on. ندوزو go on. He went on to learn English and French. Went on, راه مصرف لينا go on في simple past. Good. He went on to learn English and French. هنا between parentheses he ended one period of time before this. دابا الا قلت لك he went on to learn English and French يعني اش غادي تفهم منها؟ يعني دابا انا كنت كندير واحد الحاجه قبل مثلا كنت كنتعلم الماط ولا شي لغه اخرى ولا شي حاجه ودابا غادي نمشي غادي نبدا نتعلم الانجليش اند فرنش. هي اندد وان بيريد اوف تايم بيفور ذيس ساليت واحد الحاجه قبل ودابا غادي نبدا في هذا البيريد هذه اللي هي انني غادي نتعلم الانجليش والفرنش. هنا هنا استعملنا الانفينيتيف. جود المعنى باين. هنا في الثاني قال لك هي وينت اون ليرنينغ English and French. He continued learning the languages. دابا انا ديجا كنت بادي الفرنسي والانجلي ومشيت كندير شي حاجه اخرى ورجعت عاوتاني انني نكمل داكشي اللي كنت كندير ديك الفرنسي والانجلي رجعت نكملهم يعني كملت على داك الحدث ماشي يلا غادي نبدا ولا يلا غادي ندوز ليه. مفهوم واضحين دابا الجوج. جود غادي ندوز الكويت. الفيرب كويت. She quit to work here. دابا هاد قال لك هنا شي كويت تو ورك هير المعنى واضح اصلا هذا ما فيه حتى شي اشكال. شي كويت انذر جوب ان اوردر تو ورك هير مثلا كنت خدام في واحد الباتيسري خرجت منه ومشيت خدمت في واحد المحل ديال التليفونات ولا واحد المحل ديال البيسيات يعني اي كويت زعما داك الباتيسري تو ورك هير في داك المحل ديال التليفونات. هذا هو المعنى الاول. ولكن في الثاني الا استعملنا جيرن غنوليو شي كويت وركين هير. هي خرجت من الخدمه هنا ما بقاتش خدامه هنا. She quit her job here. She doesn't work here anymore. يعني انا ما بقيتش خدام هنا. اما ديك الاولى راه معنى اخر. Good. Remember دابا ديك remember اللي قلت ياسين قبيله ما غنجاوبش عليها حيت كاين فيها واحد الفخ. هو هذا الفخ اللي كاين فيها انها كتخدم بجوج both gerund والinfinitive ولكن المعنى كيتغير يعني احنا على حساب المعنى اللي بغينا من ديك الجمله. She remembered to visit her grandmother. يعني هنا she didn't forget to visit. يعني تفكرات باللي خاصها تمشي تزور جدها. هذا هو المعنى ديالها بالإنفينيتيف. دابا غندوزو المعنى بالجيرن. غتولي عندنا she remembered visiting her grandmother. يعني مثلا عاوتاني كنا جالسين هكا وتذكرت رجعت الذكريات ديالي وتذكرت باللي ديجا visited the grandmother ديالي. هكا دابا وقع لها هي. She had memories of this time. تفكرت بلي عندنا شي ذكريات وشي عندنا شي ذكريات بلي في ديك الزياره اللي كانت زارت جدها. غندوزو دابا لستوب. I stopped to call you. يعني مثلا I interrupted another action in order to call you. مثلا كنت غادي بالطوموبيل ووقفت الطوموبيل ديالي وانا نصوني لك. يعني I stopped to call you. وقفت باش نعيط لك. هنا في الثاني لا I stopped calling you. إذا استعملنا gerund I stopped calling you. I stopped this activity. Maybe we had a fight. وقيلا وقع شي conflict between us. وقع شي مشكل ما بيناتنا أنا وياك. ما بقيتش كنعيط لك. ما بقيتش كنهضر معك. يعني I stopped calling you. يعني معنى totally different على المعنى الأول. Try. I tried to open the window. I attempted this action but didn't succeed. يعني حاولت نحل الباب حاولت نحل الشرجم ولكن ما صدقاتش. المهم I tried. المهم درت اللي عليا. هنا I tried opening the window. This was an option I have chosen. Maybe the room was hot. مثلا دابا كنا في واحد الغرفه ولا في واحد القسم كان داك القسم سخون بزاف و عندنا بزاف ديال الاوبشنز. مثلا نطلقوا مثلا الكليماتيزور ولا نحلوا الشرجام ولا عطى الله ولا نحلوا الباب. قال لك هنا I tried opening the window. يعني اختاريت واحد الاوبشن من بين بزاف الاوبشن اللي كانوا عندي هو انني نحل الشرجم. I tried opening the window. كنتمنى يكون هذا الشيء مفهوم. راه صافي شرحت الدرس دابا كامل راه سالينا. هذا الشيء اللي كاين في الجيرند والانفينيتيف. اللي ما فهمش شي حاجه ولا اللي عنده شي بروبلم feel free to ask. يلا ديزاكتيفيو المايك.
unmute. واش كتسمعوني بعدا؟ وي وي كنسمعوك. ايوا دويو. واش كاين شي مشكل؟ No, everything is so clear بعدا بالنسبة لي انا. Good. ها مريم دابا تهنينا منها. What about the others? عبد الفتاح، شيماء، سهيلة، ياسين. Me too. The same with me. I'm good. I'm good. Good. يعني صافي تقريبا كل شيء فاهم. ياسين، ما كاين شي question. It's all good. It's all good. Okay. That's what we want.